طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نكمل محاضرتنا بعنوان Wound Caring الجزء الثالث. By the end of this lecture, students will be able to state or list at least three purposes of using dressing. Dressing بمعنى إنه how to apply اللي هو الجوز دريسنج اللي هو غيار الشاش زي ما احنا شايفين في الصورة أمامنا. We'll explain the rationale for keeping wound moist. راح نناقش اللي هو ليش أحيانا لازم نحافظ على الجرح يظل رطب. نحدد إن هو أنواع الدرينز اللي هو الدرنقة، هو عبارة عن مصرف للإفرازات من الجسم. نحدد الميجور تو ميثودز اوف سكيورينج سيرجيكال وونز توجذر، كيف بنثبتهم، ونتكلم على استخدام البانديز اللي هي الضمادات والبايندر اللي هو الحزام اللي هو احيانا، ونتكلم عن بيربوسز اوف يوزينج ذيس بايندرز. بيربوسز اوف دريسنج، الهدف من وضع اللي هو غيار القماش او الشاش من أجل أن نحافظ على الوند كلين، to absorb drainage and control bleeding, protecting wound from further injury, holding medication in place and also keeping or maintaining moist environment حوالين الوند. الوند كفرينجز، أنواع اللي هو الكفرز اللي احنا بنستخدمها للوندز، أولها وأكثرها استخداماً اللي هو الجوز دريسنج. والجوز دريسنج هي عبارة عن woven cloth fibers، عبارة من ألياف من القماش اللي هو منسوج، وهي الألياف اللي هي من الشاش إلها خاصية إنها فيها absorbent highly absorbent nature، إلها طبيعة امتصاص عالية، وعشان هيك هي أكثر الأنواع استخداماً في الجروح، لأنه بنستخدمها for covering fresh wounds اللي هي في ريسك منها يصير bleeding ويصير oxidated drainage، وبالتالي أفضل شيء نستخدم لها الجوز دريسنج. أحيانا بيستخدم ointment، وهذا الهدف إنه يحافظ على the granulation tissue، ولكن لو إحنا ما وضعنا أي شغلة من اللي هو ointment يعني داخل فيها شغلات من الأويل أو بتروليوم، الجوز ممكن يلتصق بالشاش ويعمل دمج للجرانوليشن تيشو اللي هي بدأت تنبني بشكل جديد. لذلك في الوونس اللي نحتاج إلى أنه نعمل يعني تكون وايد وونس وتحتاج أنه تعمل جرانوليشن، دائما يفضل أنه يكون المنطقة مويست من أجل أنه تشجع الجروث أوف اللي هو جرانوليشن تيشو، وحاجة تانية تمنع أي دمج للجرانوليشن خوفا من تعمل نوع من اللي تلتصق بالشاش، ولما نيجي نشيله نعمل دمج وديستربشن للجرانوليشن تيشو اللي تكونه. أحد الطرق اللي هي مذكورة اللي هو استخدام مونتوغامري سترابس. فكرة المونتوغامري سترابس هي عبارة عن تثبيت للغيار مثلا على صابة في البطن باستخدام أربطة اللي هو كان صاحب الفكرة اللي هو مونتوغامري، وهذه فيها زي ما تشايفين فيها عبارة عن آيلتس، عبارة عن فتحات صغيرة من الجنبين من هنا ومن هنا، وهذه بتتثبت يعني بروحه ملصق اللي هو التيب على جنب اليمين والجنب الأيسر والمكان الجرح اللي بدنا نغطي عليه الشاش بالنص، وبالتالي بروحوا نثبت الثقوب هاي، بعمل جيب زي ستراب زي رباط، وبيثبت الشاش من اللي هو من هاي الناحية والناحية الثانية، وبالتالي هذا بتوفر إنه كل مرة يحط تيب ويرجع تيب جديد وهكذا. يعني فكرتها إنه إحنا ما نظل نشيل التيب كل ما غيرنا على الجرح، ممكن نستخدم فكرة مونتوغامري سترابس ونثبت الشاش بهيك طريقة. الشاش زي ما انتم عارفين بيجينا على شكل جوز، وفي منه بيجي يعني
كلين ويتم تعقيمه. في منه بيجي اللي هو استرل وجاهز ويكون في باكيجز كله متاح وممكن نستخدمه. النوع الثاني من الدريسنج، النوع الأول اللي هو الجوز والأكثر استخداما، النوع الثاني اللي هو الترانسبيرنت، والترانسبيرنت الدريسنج اللي هو المعروف بأوب سايد، عبارة عن كلين ووند كفرينج، يعني دائما زي ما احنا شايفين في الصورة هو عبارة عن شفاف، شفاف يعني انت بإمكانك تشوف اللي تحته. شو هي الادفانتج للترانسبيرنت دريسنج؟ انه النيرس هي كان اسيست ذا ووند وذاوت ريموفينج دريسنج، يعني انت بإمكانك تشوف من تحته، من تحت الشفاف هذا اللاصق الشفاف بدون ما تشيله بتشوف ايش تحته. ولذلك هذا الدريسنج يعني less bulky than gauze، يعني بيخدش كم كبير مقارنة بالشاش، ولكن استخدامه محدود. يعني غالبا من مزايا برضو انه ما بد يعني هو لاصق لوحده، هو سيلف ادهيسيف، ولذلك ما بيلزم اني اجي احط عليه تيب واثبته، فهو بيثبت لوحده. ولكن هذا ملي يستخدم في لتثبيت انترافينوس انفيوجن او سنترال انترافينوس انسيرشن سايت، يعني له يعني اغراض محدده استخدام اللي هو ترانسبيرنت دريسنج اللي هو الغيار الشفاف. النوع الثالث اللي هو الهيدروكولويد دريسنج او يسموه ديوديرم، زي ما احنا شايفين بيجينا في علب جاهزه، وهذا ميزته انه هو سيلف ادهيسيف، يعني بمجرد انت ما تعمل بيلينج بتكون في ثين لاير ها بتشيلها وبتروح بتلزقه على منطقة الإصابة مباشرة، وهذا بيحجب لا هواء ولا مية ولا إشي ممكن يدخل للجرح لما انت بتلزقه، يعني بيعمل كلوجر تام للمنطقة، وبالتالي بيكون يساعد على انه يحافظ على المنطقة تظلها مويست، ويساعد على الـ growth of granulation tissue. طبعا هذا الهيدروكولويد يا جماعة ممكن يظلوا إذا كانوا انتاك طبعا سليم ما فيش أي درينج أو شغلة، ممكن يظل 1 week، يعني ما لازم نغيره كل يوم، يعني بعد ما أنت بتحطه ممكن تتركه لأسبوع كامل. It's occlusive nature كمان برضو بتجعله انه هو لا يسمح لا لليورين ولا للستول انه to pass to the area. يعني لو كان محطوط في منطقة حوالين الجينيتاليا حتى لو اجاء اليورين او الستول ما بيدخلش لمكان الجرح، لانه هو عامل التصاق كامل. ولذلك ميست المويست وونز انه بصير فيها الهيلينج مور رابيدلي. ليش؟ لانه الويت انفيرومنت بتعطي فرصه للجرانيوليشن تشو انها تنمو بشكل سريع. احيانا اذا كان الووند في اللمس في الاطراف مهم جدا نعمل سكيور للدريسنج وذ فيشنت تيوب الاستسايد دريسنج سبورت، زي ما احنا شايفين تبقى جايه لفاف وهذه تكون الاستيك يعني زي المغيط، بتاخذ حسب الجزء اللي انت بدك تثبت منه، ممكن تثبت اطراف الاصابع، ممكن تثبت منه في الأرجل، ممكن نعمل تثبيت تعمل زي طاقية للرأس أحيانا لأنه هو إلاستيك زي المغيط، فمنه في منه مقاسات. It can be used to support the dressing also. طيب when should nurses change the wound dressing؟ متى لازم إحنا نغير؟ كل قديش؟ دائما يوم ما نعمل assessment للwound لازم نغيره فكه. When the dressing become loose or saturated، إذا صار الشاش مبلل وصار خلاص رخو لازم أفكه وغيره. دائما اللي بيكون مسؤول عن الفتح على الدريسنج أول مرة هو الجراح في معظم المستشفيات كهيك روتين، وبعد هيك بصير مسؤولية النيرسز هم اللي يغيروا الدريسنج للمريض. برضو احنا احيانا ممكن نعمل نوع من الريينفورسينج لريينفورس ذا دريسنج، بمعنى انه انا مش شايف فيه كثير درينج، ولكن ممكن انا اذا في محطوط قطعتين شاش احط كمان ثلاثه فوقيهم.
يعني عملية دعم وتعزيز لكمية قطع الشاشة اللي محطوطة فوق الجرح من أجل أنه يساعد في عملية الأبسوربشن. يبقى we can apply additional absorbent layers، نحط كمان قطع شاشة عشان تعمل امتصاص، وبالتالي هذا كله بمنع الانفكشن، لأنه قلنا دائما المناطق الرطبة هي اللي بتشجع بالذات لما تكون مفتوحة بمكان مناسب للجراثيم، ولذلك دائما ما نخلي المنطقة تكون يعني ويت، وبالتالي لازم نعمل reinforcement بالشاش اللي عشان نمتص هاي، وهو لما نشوفها saturated المفروض نغيرها. الدرينز، الدرينز اللي هو عبارة عن تصريف زي ما أنا شايفين في الصورة، عبارة عن ربر مفتوح من الجهتين، وهذا to provide a means for removing blood أو drainage from the wound، يعني الهدف منه يفرغ أي إفرازات موجودة داخل الجرح سواء كانت blood, oxidate أو أي شيء تاني. الدرينز promote wound healing by removing fluid and cellular debris، يعني أي fluids أو أي بقايا حطام من الخلايا بيعمل عملية إزاحة له لخارج الجسم. و the current trend is to insert the drain so that they exit from separate location. إنه دائما الجراح لما بيجي بيثبت الدرين، يعني هذه شغلة الجراح، بروحش بيثبته من جوا الجرح، لأنه لو ثبته من جوا الجرح معناته هو ما عملش close approximation لحواف الجرح، راح يظل الجرح فاتح، يبقى بيكون له هدف إنه يسيبه فاتح بدون شيء يسكر. ولكن غالبا الترند إنه بيعملوه بجوار الجرح عشان هذا يلتئم بشكل أسرع، اللي هو أقصد مكان الجرح. open drains يعتبر عبارة flat flexible tubes زي ما احنا شفنا، وهو provide pathway يعني هو بيأمن لنا ممر for drainage toward the dressing، يعني بيخلي ايه كل الإفرازات تطلع باتجاه اللي هو الشاش. sometimes safety pin أو long strap or long clip is attached to our beshmak، وهذا بنشبكه للدرين والهدف منه انه ما يصيرش سليبنج، يعني هذا التيوب ما يدخلش جوا الجسم لو كان الجرح عميق، لذلك this prevents the drain from slipping within the tissues عشان ما يسقطش داخل الجرح لو كان الجرح قلنا عميق. قلنا هذا النوع دائما بتصير عملية الدرين by gravity and capillary action، يعني دائما بتصير عن طريق اللي هو الجاذبية، يعني بمعنى كل ما كان اللي هو الدرين مستوى أوطى من مكان الجرح بيكون اللي هي الموفمنت of liquid at the point of contact with solid as goes dressing، يعني اوتوماتيك بصير هو ينزل الشاش والشاش يعمل له عملية امتصاص بشكل مباشر. When the drainage from the wound decrease، أول ما تبدأ تخف الإفرازات أوتوماتيك السيرجن بيطلب shortening للدرين، يعني بيبدأ يقصر زي ما احنا شايفين، بيبدأ يسحب التيوب من داخل الجرح ويقصره. الهدف من الشورتنينج للدرين انه نعمل بروموت للهيلينج فروم انسايد، انه كل ما سحبنا على التيوب بصير هيلينج من الداخل، لانه طالما هو موجود كجسم غريب مش هيلتئم الجرح. يبقى اول ما الافرازات تخف بيبدا نسحب التيوب نعمل له عمليه اللي هو شورتنينج تقصير، ويو بول فروم ذا ووند فور ذا سبيسيفايد لينث، يعني بتسحب المسافه المحدده اللي مطالبه. لما أقول لك قصر 1-2-3 سنتي بدك تسحب 3 سنتي، then you reposition the safety pin، بتعود تشبك ثاني المشبك، وقلنا عشان ما يصيرش slipping down للتيوب داخل الجسم مرة أخرى. النوع الثاني اللي هو closed drains، والclosed drains اللي هو يسمى الهيموفاك أو جاكسون برات درين، اللي هو زي ما احنا شايفينه في الصورة أمامنا. طبعا في منه أشكال مختلفة، والهدف منه إنه فكرة واحدة، إنه في عنا تيوب في داخل الجرح، وفي عنا ريسبتكل، وفي عنا وعاء اللي هو مستقبل بيعمل كوليكشن لدرينج في داخله،
وهذا الكلوزد درين يا جماعه بيعتمد على الهيموفاك، يعني هو بيعمل عباره زي نيجاتيف بريشر، فبيعمل فاكوم تلاقي زي الشفاط شغال وكانه سكشن. يبقى تيوبس ذات ديتيرمينيت ريسبتكل، يعني بتنتهي في وعاء. سم اكزامبلز اللي هو كلوزد درين سيستم مور افيشنت ذان اوبن، يعني فعاله اكثر من الاوبن اللي شفناه قبل شوي، ولذلك هي تبول فلويدز باي كرييتنج فاكوم اور نيجاتيف بريشر، يعني هي بتعمل نوع وكانه بتشغل انت جهاز سكشن اللي هو يشفط اي افرازات من الجرح بشكل مباشر. سوتشرز اند ستيبلز اللي هو الغرز والدبابيس. السوتشرز هي عباره عن نوتد تايز ذات هولد ذا انسجن توجذر، وهذه غالبا بيستخدموا فيها اللي هو خيطان السلك او النايلون او الاذر سينثيتكس، يعني بهدف اللي هو الغرز تقريب الووند ايدجز من بعضها. ستيبلز عباره عن وايد ميتال كليبس، عباره عن دبابيس معدنيه، وهي نفس الهدف تبع السوتشرز. والستيبلز دي دونت انسيركل، خلي بالك الدبوس ما بيلتف حوالين النسيج زي حكايه الخيط، الهدف منها بس تكون عامله زي البريدج، يعني تثبت اللي هو مكان الاصابه زي ما هنشوفها كمان شوي في الصوره، بتثبت المارجنز توجذر بس. Advantages of stables إنه هي ما بتعمل compress the tissues if wound swell، لو صار ورم ما بتضغطش على الأنسجة. The staples أو sutures lift in place لغاية ما يصير في عنا sufficient wound healing عشان ما يصيرش to prevent reopening. ولكن قديش الفترة اللي ممكن تقعد فيها الغرز يا جماعة أو sutures أو staples؟ غالبا يعتمد حسب اللي هو مكان الإصابة، وممكن يستمر من أيام إلى 2 weeks. طيب كيف بدنا نرفع اللي هو السوتشرز والستيبلز؟ معظم المستشفيات متبع نظام أنه أنت بتشيل نصهم اليوم ونصهم في الأنذر الدي، يعني لو كان عندي غرز أنا عندي 10 غرز، بصير أنا أخذ الغرزة الأولى أسيب الثانية، أخذ الثالثة الخامسة السابعة وهكذا، يعني ما بروح أشيلهم مرة واحدة أو أشيل النص اللي فوق، لا واحدة وواحدة لا، بمعنى أنه ثاني يوم بنقيم ثاني وبنشوف إذا الأمور تمام بنكمل نحذف باقي الغرز نشيلهم. أحيانا ممكن يستخدموا طبعا زي ما احنا شايفين في عنا هنا للستيبلز في عنا خلاع الدبابيس خاصة يسموها ستيبل ريموفر، يعني هذه منفعش أنا أجي بالسكالب أشيل اللي هو ستيبلز. الستيبلز إلها اللي هو الجهاز خاص أو عبارة عن زي الفورسبس، طبعا بتشوفوا المعمل كيف أنت تخلع الدبوس بطريقة صحيحة. أديسيف ستيري سترابس عبارة عن لزقات اللي عبارة عن باتر فلايز بيكوز ذي وينجد أبيرانس، زي ما احنا شايفين هي في واحد عنده جرح بدل ما نعمل له غرز احيانا موجودات عندنا الستري ستريبس هاي ممكن نثبت فيها نقرب السكن من بعضه، واحيانا بيستخدموها بديل عن اللي هو السوتشرز او الستيبلز، وهذه دائما لميل للسوبرفيشال لاسريشنز لجروح طفيفه بسيطه ممكن احيانا نستخدمها. طيب كيف بدنا نشيل الغرز؟ طبعا هذا المفروض تشوفوه انتم في المعمل وتدربوا عليه، انه احنا دائما بنحاول نعمل كاتنج للاريا كلوز تو ذا سكن، يعني بجيش من نص الخيط من هنا اقصه، ليش؟ علشان بدنا نطلع انه هذا الخيط لا يعتبر طالما هو في الهواء الجوي ما لا يعتبر استرال، فبديش الخيط هذا لما اقصه من هنا يبدا يرجع يدخل مره اخرى انسايد هيومن بودي، لذلك بدنا الجزء اللي يخش نعتبره دائما استرال وما ندخل، يعني يصير في اي ريسك للمريض ندخل له انفكشن. يبقى دائما بروح انا بعمل شد للعقده وباجي بقص الخيط كلوز تو ذا سكن، اقرب منطقه للسكن يا يعني من الجهه او الجهه الثانيه، وبسحب من الاوبوزيت سايد، هيك بضمن انه ما دخلتش اي انفكشن للمريض. طبعا جراسبنج ذا سيوتشر كيف تشدها؟ بتشدها انت من العقده وبعدين تروح انت ساحب بيطلع معك الخيط زي ما احنا شايفين، انقص من الجزء هذا هي طلع من الجهه الثانيه، شايفينها انقصوا من الجزء هذا هي هنا ايه
بروح هو ساحبه من العقدة فبطلع الخيط، لم نسمح لأي خيط اللي هو من خارج الجسم يخرج جوا الجسم بهي الطريقة. طبعا زي ما احنا شايفين هي بقول لك من وين التعوة، تقص يعني شد وقص من المنطقة هاي واسحب، تبدأ تسحب من الجهة الثانية، فبالتالي ما بتعطيش فرصة لأي خيط يدخل جوا الجسم. أنواع السوتشر زي ما احنا شايفين وكيف نشيلهم، في عندنا اللي هو البلين كونتينيوس سوتشر، هذا عبارة عن خيط عادي ومتواصل، يعني مش الغرسة مش متواصلة، يعني كانت بالأول الحين أنا صار فيها تواصل، وبالتالي هذا المصير أنا أقص من جهة وأسحب من جهة الثانية. شايف كيف فرق القص؟ لو كان البلين كونتينيوس بدك تقص من جانب وتسحب من جانب الثاني، يعني اللي برا هو اللي بتسحبه، يعني بتشد الخيط بيطلع معك اللي بحيث ما تدخل الخيط من برا جوا الجسم. في الماتريس انتربتد سوتشرز، لو كان نوع اللي هو بسموه هذا تبع المنجدين يستخدموا الطريقة هاي، فأنت مطلوب منك تقص الخيط من هنا ومن هنا وتسحبه من الجهة المعاكسة. لاحظين كيف؟ يعني you cut from here to here، هذا بيطلع الخيط البراني، وهذا لما تسحبه بيطلع الخيط من الداخل بس، وبالتالي أنت لم تسمح للخيط من برا يدخل الجسم. نفس الكلام الغرز الثاني، المنطقة اللي فيها العقدة هي اللي بدي أسحبها، بروح للجهة الأوبوزيت وبعمل كاتينج للسوتشر from the area close to the skin، ومن الجانبين، يعني بدك تكون عارف شو نوع الغرز اللي معمولة. لو كان ماتريس كونتينيوس الخيط كان متواصل، يبقى بالتالي أنا بدي أجي أقص من المنطقة اللي فيها اللي هو العقدة وروح من الجهة الثانية أعمل عملية كاتينج واسحب. هنا بدك تعمل عملية بتقص من الجهة الثانية وتسحب منها، تقص من غير تسحب منها. يعني دائما الفكرة انه انت الكاتينج راح يكون من جهة قريبة للسكن وبنسحب من الجهة الأوبوزيت، والهدف زي ما انتم عارفين انه ما يدخل اي خيط لجوا جسم الانسان، يعني بدنا اللي من جوا يطلع برا والخارج احنا بنروح نقصينه وبنسحب الخيط. طبعا هذا لازم تشوفوه في المعمل كيف تعملوه بطريقة صحيحة. Bandages and binders، لو كيف نستخدم الضمادات او الحزام، الحزام بتحطه للصدر او لمناطق اخرى من الجسم. الباندج عبارة عن a roll of cloth wrapped around the body part، عبارة عن لفاف، وهذا اللفاف زي اللي هو الاس باندج، اللي هو عبارة عن بنسميه احنا كريب باندج او الاستيك باندج، يعني عبارة عن رباط ضغط. البايندر هو عبارة عن حزام، حزام في من البطن في من الصدر. It's a cloth cover generally applied to a particular body part، يعني عبارة عن قطع من القماش وهذا يغطي جزء معين زي البطن أو زي البريست. Bandages and binders are made from gauze, muslin, elastic, rolls and stockinet. طبعا هي مصنوعة من شغلات يعني قماشية، شغلات من الشاش، من شغلات من يعني فيها نوع من الإلاستيك، يعني عاملة زي المغيط بحيث أنت لما تثبتها بتثبت في المكان بشكل جيد وبتحافظ على الشاش لو كان محطوط كغيار. What are the purposes of bandages and binders؟ الهدف منهم إنه to hold a dressing in place، إنه نحافظ على الشاش أو الغيار في مكان، يعني مكانه يظل ثابت فوق الجرح، ونحافظ على الجرح يظل نظيف، وخاصة when tape cannot be used. في المناطق الكبيرة يعني واحد عنده مثلا عملية في الصدر، طبعا هنا عملية الصدر تحتاج إلى حزام، أفضل ما أقعد أجي أحط شاش، أنا بعمل تثبيت بشكل كويس بريح المريض بها أفضل. كذلك البطن يحتاج إلى حزام عشان تثبت وتريح المريض. Supporting the area around the wound to reduce pain، كمان بتخفف الوجع لما أنت بتحط الحزام هذا.
limiting movement برضو بنفس الغرض، تقلل الألم and will also promote healing، يعني تساعد في إنه تعمل إيه promoting للهيلينج. Principles when applying a roller bandage، شو هي المبادئ اللي لازم إحنا نطبقها عندما بدنا نستخدم اللي هو الضمادات اللي هي اللفافات، سواء كانت شاش أو كانت إلاستيك. هذه المبادئ لازم إحنا يعني ما ننساهاش، لأنه هي بدنا نتذكرها عندما بدنا نطبق. أول شيء رقم واحد، we have to elevate and support the limb. دائما إذا أنا بدي أحط اللي هو الباندج على منطقة من الجسم، يفضل تكون مرتفعة شوي، يعني ما تكون أنت منزلها لتحت وتبدأ تلف، دائما تحطها بشكل مرتفع شوي. دائما لازم نبدأ from distal to proximal direction، يعني أنا لو كانت الإصابة باليد بدي أبدأ من المنطقة الأبعد لا الأقرب، بمعنى ببدأ من طرف الأصابع وبطلع لفوق، مش ببدأ من الكوع وانزل تحت في اللف. ليش؟ لأنه هنا مطلوب إحنا نكون ماشيين عشان نحسن من blood circulation ونساعد من عملية venous return، ما يصيرش احتباس في الدم في المناطق اللي أنا قاعد بدي أعمل الرباط عليها. يبقى أبدأ من الأبعد إلى الأقرب. Avoid gaps between each turn of bandage، ما تخليش فراغات وانت قاعد بتعمل لفاف، ما تسيب فراغات. Exert equal but not excessive tension on each turn، يعني انت بتضغط ضغطات متساوية ولكن مش بشكل يعني جامد تشد عليها مع كل لفة انت بتستخدمها. كذلك keep the bandage free of wrinkles، يعني وانت بتلف ما تخلي في هناك ثنايا في الغيار اللي انت بتغيره. Secure the end of the roller bandage with metal clips، دائما بتثبت نهاية اللفاف بالميتال كليبس، عندك مشابك معدنية أو أحيانا ممكن تثبتهم بالتيب، يعني كما تشاء إيش المتوفر عندك أو المتاح. We have to check the color, the sensation of exposed finger or tooth. كمان مهم جدا نعمل ملاحظة للون والإحساس في الأطراف، الأصابع، الرجلين أو القدم، الإيدين أو القدمين، عشان نشوف كيف بلاش نكون ضغطين جامد على blood supply، وبالتالي نعمل اللي هو poor blood supply للإكستريميتيز. Remove the bandage for hygiene and place it at least twice a day، يعني لو توسخوا ممكن انت تغيرهم بشكل مريح. ونشكركم لحسن استماعكم، وفي اللقاء القادم ان شاء الله نكمل باقي المحاضرة ونتكلم على كيف بدنا نعمل الطرق اللي هو استخدام الروح.